حسيت بغبن في حق من حقوقك بسبب خلل في تسيير مرفق عمومي. كان عندك طموح لتتسيد مشروع ولقيت علاقة الإدارية حالة دون تتسيد هذا الطموح. هيئة وسيط الجمهورية في خدمتكم باش تطرحوا انشغالكم أمامها. كيفاش تتصل بوسيط الجمهورية؟ هيئة وسيط الجمهورية وضعت لكم البوابة الإلكترونية للعرائض باش تسهل لكم إرسال انشغالكم. ما عليك إلا أن تدخل البوابة عبر الرابط wasit.dz، تنشأ حساب وترسل العريضة تاعك بكل سهولة، والبوابة تسمح لكم بتتبع مسار معالجة انشغالكم، أو تقدر ترفع انشغالك مباشرة أمام المندوب المحلي بولايتك من خلال عريضة، أو تقدر ترسل انشغالك عن طريق البريد أو الفاكس أو الإيميل، وكل العناوين والأرقام والروابط راح تلقاهم في نهاية الفيديو. واش لازم يكون في العريضة؟ العريضة اللي تقدمها لازم تكون تحتوي على المعلومات الضرورية باش الملف تاعك يكون واضح، واللي هي معلومات شخصية، الاسم واللقب العنوان رقم الهاتف، تحديد الموضوع، وهنا تحدد الإشكال بالضبط والمرفق اللي وقع معاه هذا الإشكال، ملف الموضوع، وهي الوثائق اللي تدعم بها الموضوع تاعك بلا ما تنسى الإمضاء على العريضة. لكن لازم تتأكد من تتأكد أنه موضوع انشغالك ما يكونش نزاع بينك وبين المرفق العمومي بصفتك أحد أعوانه، ما يكونش الموضوع مطروح أمام العدالة ولا طالب طعن في حكم قضائي. هيئة وسيط الجمهورية في خدمتكم.